نرحب بكم في متابعة جديدة لأهم وأكثر الفيديوهات المتداولة هذا اليوم، وكذلك خلال الساعات الماضية أنوه عن بعض منها. المنتخب العراقي يواجه نظيره الكمبودي والجماهير تشجع. حريق محل بيع مشروبات كحولية في منطقة المعالف ببغداد. جندي يوصي بتحقيق حلم والدته بعد إصابته. مهر عراقي بقيمة 8 مليارات دينار يثير الجدل. أطلق الجمهور العراقي هاشتاغ تصفيات كأس العالم، وبدأ ترقب مباراة اليوم التي سيخوضها منتخبنا الوطني بالمنامة على استاد المحرف. مباراة اليوم أمام منتخب كمبوديا ضمن تصفيات آسيا والمونديال. أما مدرب المنتخب الوطني كاتينيتش انتقد أرضية الملعب ووصفها بالمضحكة للغاية، ومع ذلك أجرى أسود الرافدين الوحدة التدريبية قبل الأخيرة على ملعب مدينة حمد في البحرين. الجماهير الرياضية كانت تشجع، وبما أن الجمهور هو اللاعب الثالث في كل مباراة زادت حماستهم، حماسة المشجعين، وأطلقت الهتافات التشجيعية لمؤازرة الفريق العراقي الذي كان يخوض التدريبات قبل لقائه منتخب كمبوديا. لذة توقع نتيجة المباراة وتقاطع الآراء والتفاعل مع الحدث الرياضي الأبرز كان الأكثر تداولاً عبر منصات السوشيال ميديا الإلكترونية والمواقع الرياضية أيضاً. أما التعليقات فلم تحسم الجدل ما بين متمنياً فوز المنتخب الوطني وما بين مقللاً من شأن الفريق الكمبودي. فكتب سلطان العراقي رأيه معلقاً، قال سلطان: كل التوفيق لمنتخب أسود الرافدين، وثقتنا كبيرة بكم يا أبطال، إن شاء الله الفوز والتأهل للمرحلة الثانية، أهم شيء عدم الاستهانة بالخصم، ترى المفاجآت تصير ويا أقوى الفرق. أيضا هناك تعليق آخر من الأدهمي مهند، قال الأدهمي: شنو القصة؟ ترى هي كمبوديا، إيش حاله لاعبين مع مصر، المغرب، الجزائر؟ هذا اندل على شيء، إنما يدل على أنه اللاعبين مو بالمستوى المطلوب. علي العراقي أيضا علق وقال: كل التوفيق لأسود الرافدين، العراق إن شاء الله يفوز على إيران والتأهل، أيضا أسود الرافدين قادرين على ذلك. قائد عمليات البصرة
علي الماجدي الذي تم تداول مقولته الشهيرة أثناء لقائه بالعشائر اللي يطلع عن القانون شعره قص رجله، عاد مجددا اليوم بتحذير آخر وقال: من يطلق العيارات النارية في حال فوز العراق على كمبوديا سيتم إلقاء القبض عليه من منزله، داعيا إلى الاحتفال بالشكل الحضاري الذي يتناسب مع أهل البصرة والقانون، مشددا على أن أي منزل يثبت عليه إطلاق العيارات النارية سيتم اعتقال أحد أفراده. محال بيع المشروبات الروحية أو الكحولية في العراق عموما تشكل هاجسا ومحط انتقاد للكثيرين. أما القانون العراقي يمنح إجازة فتح محال بيع المشروبات الروحية وفقا للشروط المنصوص عليها بعد تقديم طلب رسمي بذلك حول هذا الموضوع. في بغداد وتحديدا في منطقة المعالف قام مجموعة من الشباب بالتعرض لإحدى محال بيع المشروبات الكحولية ثم حرقوا المحل وأمام أنظار القوات الأمنية المتواجدة هناك والذين حاولوا منعهم لكن دون جدوى. هؤلاء الشبان كتبوا على الجدار مغلق بأمر أهل المعالف، وهؤلاء الشبان تحدثوا باسم أهالي منطقة المعالف، قالوا أن صاحب المحل متواجد بين الأحياء السكنية وهذا غير مسموح، ولا نعلم إن كان صاحب المحل حاصل على الموافقات الرسمية والقانونية بذلك، ولأن هذه المحال تتعرض بين فترة وأخرى إلى الحرق أو المهاجمة بالرمانات اليدوية أو حتى اغتيال صاحب تلك المحال وغير ذلك. أما هذه الحادثة أفرزت ردود الأفعال، فقال عدنان عراق الغراوي رأيه كتب بتعليق وقال: أولا ثق بهم الكثير من اللي حرقوا المحل ما ملتزمين دينيا، بس ما يصير نفتح بنص منطقة سكنية وعوائل أكو أماكن مخصصة لمزاولة شغلهم بعيداً عن المناطق السكنية والعوائل، لازم أكو قانون ينظم عملهم، مو بكيفهم يفتحون وين ما يريدون. أيضاً تعليق من رائد كامل
قال يا رائد المفروض يتحاسبون القوة الأمنية يقصد قرب المحل أشد حساب، لأن أساسا هذا تعدي والصراخ أيضا في هذا المكان وبهذا الكلام له غاية واضحة، حماية المحل مسؤولية الأمن، وإذا فقدنا هذا الأمان بكرة حتى بيوت الناس تسلب أمام القوات الأمنية وما حد يحكي وما حد يتدخل. تعليق آخر من مازن التحق بركب المعلقين، قال مازن أنا ضد هذا التصرف بس أكو قوانين تمنع بيع المشروبات الكحولية للشباب ما دون عمر الـ 18 سنة، وقبل فترة أكو محل مشروبات هو يذكر بمدخل السيدية من شارع الخيزران شفت الشباب كلهم أعمارهم 14-15 سنة يشترون، لازم أكو رقيب وحسيب، وبكل الأحوال المفروض يتخذ إجراء قانوني. وصية لجندي عراقي غارقا بدمائه، تداولها ناشطون في شبكات التواصل الاجتماعي، هذه هي صورته بعد أن تعرض إلى هجوم بالرصاص وكادت روحه أن تفارق جسده. فما قصة الوصية ولماذا أثارت تعاطف العراقيين؟ الجندي وبعد تعرضه لاعتداء وإصابة في الرتبة مع زملائه أصيب إصابة حادة وتعرض لبتر إحدى ساقيه مع كسر الأخرى، وبينما انشغل رفاقه بإسعافه وكادت روحه أن تفارق جسده ويفقد وعيه ولم يتذكر في هذه اللحظة سوى أمه التي كانت أمنيتها أن يكون لها بيتا بحسب ما قالها. هل سمعنا رئيس الوزراء؟ هل سمعنا رئيس المناطق نواحي الحبوسي؟ هل سمعنا رئيس الجمهورية؟ عامي عطيت رجلي هناك، شوف دير الكاميرا، دير الكاميرا على شكل وصية الجندي الجريح ورسالته المؤثرة أثارت تعاطف العراقيين وأوجعت قلوبهم، حيث تحدث رواد السوشيال ميديا عن الموقف البطولي لهذا الجندي الذي لم يبالي للموت وفقدانه لساقه، بل كان جل تفكيره بأمه التي كان حلمها أن يكون لها بيتا في وطنها العراق. ردود كثيرة من الأفعال نتابع معا جانبا منها، فكتب سيف الجابور، قال سيف الله أكبر، حماة العراق اللي مرخصين دمهم وأرواحهم ما عندهم شبر بالعراق يسترون بعوائلهم، ليش يا رئيس الوزراء؟ هي قاع العراق قليلة، لو فلوسه اللي معيشة العالم قليلة على الأقل انطيهم بيت يستقر به هو وعائلته، مو يروح للدوام وبالا يم الإيجار. رسول كتب تعليق له فقال أنت بطل وغيور بس صدقني ما حد يستاهل دمك، وفوقاها محسودين على راتبهم وهم بالموت، الشفاء العاجل بحق محمد وآل محمد. تعليق آخر أيضا من أزهر العقيلي، قال أزهر هذا راتبه مليون والبرلماني 30 مليون، والله جرم بحق البشرية، العسكري لازم أعلى راتب لأن مسكين عايف أهله وعائلته وأطفاله على مود يحميهم وبالتالي يتعوق وما حد بباله.
في أي بلد في العالم الهيئات التعليمية والجامعات والمؤسسات التربوية الحكومية منها والأهلية تسعى لتوفير كل ما يحتاج طلبتها وتسهر على راحتهم، لا سيما أنهم طلبة علم. لكن الوضع في العراق مختلف نوعا ما وبغرابة. كيف إذا انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يظهر فيه حال طلاب الجامعات في العراق يسكنون معا في الأقسام الداخلية؟ المقطع المصور أثار غضب العراقيين واستياءهم في السوشيال ميديا بعدما وثق الطلبة بالهاتف المحمول كيف يقضون أوقاتهم مع انطفاء الكهرباء المستمر وارتفاع درجات الحرارة. لنشاهد. السلام عليكم استاذ. شلونك؟ ادرس ادرس علاية تدرس. لا حول الله. نايمين. اخوي حمود شن؟ انا شدني ما قلت له لا شدني الحكومه ما عندنا وين شرب هاي جبنه طالع هسه انا حالي هسه احنا طلاب طلاب دراسات عليا كهرباء ما في لا ضوء هسه باللي نصعد الله يرحمنا وهذا الهواء ننام فوق السطح الظهر تعال شوف حالنا عندنا امتحانات ما تعلم امتحانات ما نايم ما اقدر انام هسه ما اقدر انام حاولين احنا ننام على تدريب ننام على شيء نرجع لنا يحاولون يقولون يعني مولد ما يشغل لك الضوء والله حكومه ما موطره قاعد كهرباء لا تسولف سالفتها والله كهرباء العراق ممتين الظلام الدامس في القسم الداخلي جعل اللقطات المصورة غير واضحة تماماً كما رأيناها، لكن تلك اللقطات استطاعت أن توصل معاناة الطلاب إلى منصات التواصل الاجتماعي، وحاز هذا المقطع على ردود أفعال كثيرة عبر فيها البعض عن استيائهم، والبداية مع علي الزيرجاوي الذي قال ماذا قال علي الزيرجاوي؟ يقول علي هذا حال الطلبة الجامعيين والكفاءات للأسف، لعد شلون يقدر الطالب يركز بمحاضراته؟ الله يكون بعونكم. علي الراجي أو المهم قال علي الطالب المسكين من وراء الكهرباء والمياه والحرارة عبرنا سنة للأمام سواها سنة 2022 وإحنا بعدنا بسنة 2021 وضحك علي وأكمل كلامه فيقول يا معود شلك بالتبريد هي كم شهر وترجع لأهلك. تعليق آخر من أم ساجد قالت أم ساجد إش قد الطالب يتعب وتالي يتخرج ويقعد ولا شغل ولا عمل كل تعب الدراسة يروح هدر. الحل هو ربط الأقسام الداخلية أو ربط الأقسام على خط الطوارئ ليصل الكهرباء للطلاب حالهم من حال المسؤولين. بمهر قيمته 8 مليارات دينار عقد شاب عراقي أعزب من مواليد 1984 قرانه على فتاة تصغره بعامين في محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ. هذه الوثيقة في عام 2019 وثيقة عقد القران قران الشابين تداولها ناشطون في منصات التواصل الاجتماعي مرارا وتكرارا وأشعلت فتيل الغيرة والغضب بين رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد معرفتهم أن الفتاة مطلقة ولديها طفلين واتهم الشاب بالجنون والمرض وما شابه فيما رأى البعض الآخر من المغردين أو المعلقين أن الأمر طبيعي جدا لا سيما إن كان القران تم عن حب بين كلا الطرفين. الغريب أن الوثيقة هذه التي أعيد نشرها في صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا عموما لم تعر اهتماما لتاريخ العقد الذي تم في عام 2019 كما ذكرنا وليس في هذا العام، أي أن الوثيقة قديمة. لكن هناك من سارع بنشر وثيقة أخرى جديدة تعود لعام 2021 أي لهذا العام، وأيضا فحواها عقد قران شابين كلف
9 مليارات دينار في محكمة الأحوال الشخصية في المحمودية، وثيقة بتاريخ 2021 مهر المليارات وصف بالخيالي وغير المنطقي، وهذا ما دفع رواد السوشيال ميديا إلى إثارة تساؤلات وردود أفعال كثيرة كان أكثرها غضباً. نبدأها من قاسم عبد. ماذا قال قاسم؟ قاسم يقول أو بدأ ضاحكاً الزوج طبيبات العراق شلع، والله بهيشي مهر، مطلقة وعدها 2 أطفال ومهرها 3 مليار، شنو؟ ماكو نسوان؟ مريض؟ ليان آل تكريت قالت إذا أخذ البنية عن حب وتفاهم الله يحفظهم ويرزقهم ويكفي تتدخلون بحياة الآخرين وتنتقدون، ترى هو مجرد رقم، إيش خبصتون؟ خلوهم يتهنون. حسين كريم أيضا علق فقال ويقول لك ليش تطلع الروسية تأخذها ببلاش وفوقها ينطوك هدية بيت وراتب وانت ما تخسر شيء، شكو ماخذ بنت نابليون؟ ايضا سنشاهد خلال الوقت القادم قصص اخرى انوه عن بعض منها من خلال هذا التنويه السريع. بائع الورود الطفل جراح عيد يثير الجدل في الكويت. تامر حسني يحقق حلم فتاة مصابة بالسرطان. تصفيق غير معتاد لاستقبال زعيم كوريا الشمالية. حادث مأساوي من على صخرة الروشة في لبنان. طفل اسمه جراح عيد يبلغ من العمر 12 عاماً فقط، يبيع الورود في الشوارع لإعالة أسرته وهو من العرب البدون. البدون هم مجتمع غير مجنس ولا يملك أفراده أي إثبات للهوية. ضجت مواقع التواصل الاجتماعي غضباً في الكويت تعاطفاً مع هذا الطفل، وتم تداول مقطع فيديو قصير قيل أنه للطفل جراح، هذا هو جراح، بعد أن غلبه النعاس وهو يبيع الورود في إحدى الشوارع في الكويت. الطفل جراح عيد هو الوحيد المعين لأسرته المكونة من 5 أفراد عصف بهم الفقر، إضافة إلى الظروف الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا. عائلة جراح طردت من المنزل بسبب عدم تمكنهم من دفع الإيجار، ولذلك اضطر جراح للعمل كبائع للزهور حتى اللحظة التي تعرض فيها لحادث دهس غير متعمد من قبل سيارة مسرعة ونقل على إثرها إلى المستشفى، لكنه توفي هناك. نعم، جراح توفي في المستشفى، وقيل أنهم وجدوا في جيبه 5 دنانير فقط حصيلة ما باعه من الورود. وكانت حادثة وفاة الطفل جراح عيد محفزا لإثارة قضية البدون، وتفاعل عدد من الإعلاميين مع قصة جراح. الحقيقة أنا شخصياً وأكيد كل المجتمع الكويتي فجع اليوم بوفاة أحد الأطفال من فئة البدون. نسأل الله سبحانه وتعالى له السلامة، نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة والمغفرة وأن يصبر أهله وذويه ويلهمهم الصبر والسلوان. حقيقة أمر مفجع، أمر يحتاج أن احنا نتجرد من كل الأمور اللي تعيق لحل مثل هذه القضية المؤلمة. أنا ما راح أتكلم لا عن قضايا لا سياسية ولا إدارية، أنا بتكلم عنها من جانب إنساني. هذه الأسرة المكلومة الآن تحتاج إلى الدعم المجتمعي، تحتاج أن احنا نقف معاها، تحتاج من مؤسسات الدولة وخصوصا المؤسسات اللي تستطيع
أن تعالج أصل المشكلة. هذا الطفل ما راح باختياره إلى إشارة المرور ليبيع الورد لو كان عنده أساساً، هو عمره 14 سنة فأساساً المفروض ما يعمل، لكن الحاجة. ودائماً نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعد كل المشاهدين عن ذل الحاجة. نسأل الله سبحانه، أنا ما أبي أدخل في هذا الموضوع لأن الموضوع له تشعبات إنسانية كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة، نسأل الله سبحانه وتعالى له المغفرة. عبر هذا البرنامج أوجه النداء لكل من يعنيه الأمر بأن يحل هذه المشكلة. وسم استشهاد طفل بدون تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشاراً في الكويت، حاصداً أكثر من 27,000 تغريدة. وكان بدر العهدان أحد المغردين، فكتب تغريدة له قال فيها، يقول بدر: طفل عمره 11 سنة يشارك أهله بتوفير المال وبيع الورود في الشارع، ترى مو رواية أو فيلم دراما، لا، هذا يحدث يومياً بشوارع الكويت. المسؤولين في أي عصر يعيشون؟ عقولهم هل هي محل استخدام ضمائرهم؟ وهل ضمائرهم تتحرك؟ شخصيا أشك بذلك. وأيضا هذه كانت آخر ما كتبه، قال شخصيا أشك بذلك. وأيضا هناك تعليق آخر من سيف، يقول سيف: أولا رحمة الله عليه وأحسن عزاء والديه، أعتقد أن الملامة الكبرى على أسرته وآبائه وأجداده. يقول: أتوا إلى الكويت من العراق وسوريا وأخفوا إثباتاتهم وأصلهم وأصبحوا بدون الأرض، لا تثبت بشرا أو لا تنبت بشرا، لابد من أن لهم بلادا قدموا منها. أيضا لوتس كتب تعليقا لا أعلم، رحم الله هذا الطفل وأعان أسرته، أين أمراء الإنسانية في الكويت من مشكلة البدون التي حتى هذه اللحظة لم يجدوا لها حلا؟ يعني حتى لو أجانب صار لهم 40 سنة أعطوهم هالجنسية. بلقطات تحبس الأنفاس مدتها لم تتجاوز 28 ثانية فقط، تمكن سائح بعدسة جهاز محمول توثيق حادثة مؤلمة وقعت في لبنان وأدمت قلوب كل من شاهدها. فالقصة بدأت عندما قرر شاب أن يقفز من أعلى صخرة الروشة على الشاطئ في بيروت، وأراد مواطن ولربما هو سائح أيضا أن يوثق قفزة هذا الشاب من أعلى الصخرة. لكن المفاجأة والصدفة السيئة أن اللقطات المصورة كانت بمثابة الدقائق القليلة الأخيرة في حياة الشاب الهاوي للقفز، والذي فارق حياته على الفور بعد أن ارتطم رأسه بقارب كان يمر من تحته أيضا بالصدفة، وأصاب بقفزته بكسر يد أحد ركاب القارب. أوه معلم، أوه لا 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 اللقطات المصورة التي وثقت اللحظات الأخيرة بحياة الشاب الهاوي للقفز تفاعل معها الناشطون في السوشيال ميديا، وقسمت آراءهم ما بين منتقد لتصرف الشاب الراحل وما بين متعاطف معه ومع عائلته التي فجعت بخبر وفاته، فيما وجهت دعوات إلى الأجهزة الأمنية لمنع القفز من أعلى هذه الصخرة الخطيرة. ردود كثيرة نبدأها مع نور ساي. يقول نور: الله يرحمه ويصبر قلب أهله، بس لشو هالطيش ولشو هالنطة، بس يا ريت الشباب يفكروا بقلوب أمهاتهم قبل ما يخطون أي خطوة. محمد دبيس أيضا يقول، له تعليق، يقول محمد: في القديم كان الشباب يأتون إلى الصخرة حتى ينتحروا، والآن مشان يقفزوا
وينبسطوا. هالشاب كيف بينزل من مكان عالي على راسه حتى لو ما في قارب؟ نزلته خطيرة. أيضا أسماء حبيب علقت فقالت الغطس أسامة يقول الغطس إلى أصحابه وبده معرفة مثل أي شيء ثاني، فلازم الدولة اللبنانية تتحرك وتحرك العناصر أيضا، عناصر أمن لمنع القفز من صخرة الروشة. الجدير بالذكر أن الشاب الذي قفز من أعلى صخرة الروشة هو لاجئ سوري الجنسية يسكن في لبنان، وبعد الحادثة اتجهت فرق الدفاع المدني لانتشاله من الشاطئ من أجل تسليمه إلى ذويه. لكل منا نجمه المفضل أو بطله المفضل السوبر هيرو، ويحلم بلقائه أو ارتشاف القهوة معه في إحدى الكافيهات والتقاط بعض الصور التذكارية معا ليتباهى بها أمام أصدقائه. هذه الفتاة اسمها ندى، تبلغ من العمر 15 عاما، مصابة بورم سرطاني في يدها. كانت ترغب في رؤية مطربها المفضل وهو الفنان المصري تامر حسني، لكنها لم تكن تتوقع ما سيحصل. الله حلوة. نشاهد دوما مبادرات كثيرة لفنانين أو مشاهير من أجل تحقيق حلم المرضى المصابين بالسرطان. الفنان تامر حسني استجاب سريعا لندى وقام بزيارتها أثناء تسجيل أغنية لها في استوديو كما شاهدنا، وكان حلمها أنها تلتقي به وتسمعه صوتها، فكان التواصل مع الفنان تامر حسني عن طريق مؤسسة We Make Dreams True. وهذه ليست المبادرة الأولى لتامر حسني، فقد قام بالعديد من تلك المبادرات سابقا، وكان مقطع الفيديو هذا الأكثر تداولا وانتشارا، فساهم عدد كبير من المعلقين بإبداء آرائهم حول هذه المبادرة. فقالت أمينة بن سليم: تامر دايما عنده مواقف كتير حلوة في الماضي. تقول: في الماضي ما كنت بحبه، بس لما شفت شو يعمل مع الناس والتواضع والاحترام اللي عمله لنفسه حبيته كتير كفنان، واحترمه كتير أيضا، مهذب ومؤدب ويغني حلو، كل الصفات الحميدة فيه. برافو تامر. دلال أيضا كتبت تعليقا لها فقالت: الفنان الأصيل والجدع عمره ما يتغير، ولا شهرة ولا فلوس. سامع يا محمد رمضان، ربنا يفرحك ويشفيك وفي ميزان حسناتك يا تامر. أم المهند قالت: شكرا لك يا فنان لأنك أدخلت الضحكة الإنسانية أو لإنسانة بتعاني من الألم، أما اللي بيعلقوا بسلبية بطلوا تعلقوا أحسن. واللي ينتقد الأم المحجبة هي أم برضو، أي حاجة تفرح بنتها، هي أم برضو بتدور عن أي حاجة بتفرح بنتها. كان هذا آخر تعليق. مرة أخرى يحتل الرئيس الكوري الشمالي ترند منصات التواصل الاجتماعي بسبب ماذا برأيكم؟ بسبب مقطع فيديو ظهر فيه بعد غياب دام لنحو شهر،
حيث تداول الناشطون خبر الظهور العلني الأول لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بعد اختفائه الغامض خلال جلسة للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم. المتفاعلون يتركون أسباب غياب الزعيم ويركزون على التصفيق الحار الغير معتاد وطريقة استقباله من قبل الحضور. 위원장이신 경애하는 김정은 동지께서 회의를 발의하셨습니다. 경애하는 총비서 동지께서는 조성된 대내외 정치하에서 당과 정부가 그 어느 때보다 막중한 사명과 책임을 짊어지고 할 수 있는 모든 노력을 다하여야 한다고 하시면서 현 국면에서 당의 영도적 역할을 비상히 높여 경제사업과 인민생활을 안정향상시키기 위한 완강한 투쟁을 추동해 나가야 한다고 말씀하셨습니다. 조선노동당 중앙위원회 정치국은 당중앙위원회 제8기 제3차 전원회의를 6월 상순에 소집할 때 대한 결정을 채택했습니다. 김 정은 لم يتحدث عن سبب غيابه وقرر خلال الجلسة عقد اجتماع للجنة للجنة الحزب المركزية لمناقشة الجهود المبذولة لإنقاذ الاقتصاد المتدهور للبلاد نتيجة إغلاق الحدود مع الصين بسبب وباء فيروس كورونا، ما أدى إلى انخفاض كبير بالتجارة. وتابع أن الوضع الاقتصادي المتردي في كوريا الشمالية وعدم تمكن السلطة من تحسين ظروف الشعب المعيشية كان دافع كيم للبكاء والاعتذار أمام الملأ العام الماضي. وما أن انتشر فيديو التصفيق الحار والذي وصف أنه أكثر من المعتاد حتى انهالت الانتقادات والتعليقات حول ما حصل. فقال علي كدو، يقول علي يسترجوا ما يستقبلوا بحفاوة، والله لا يمشيهم حفاوة على الجمر، وبيرجع بيرجمن بكرات النار بتهمة الخيانة العظمى للبلاد. حرام كيف عم يتناوطوا وسلقوا إيديهم سلق بالتزئيف لحتى يشوفوهم ويزمطوا من الإعدام. أبو يحيى الألباني أو أبو يحيى يقول فقط ينظر إلى القسم الجنوبي من كوريا كيف أصبحت من أقوى وأغنى دول العالم، والشعب هناك يعيش برفاهية وهو ما زال بنفس العقلية القديمة التي لا تتسبب سوى العزلة والفقر. وأيضا علق حسام، يقول حسام محسن أنتم عارفين اللي بيوقف تصفيق أو تصفيق الأول يتعدم، والكل بيسقف بحماس وكل واحد مستمر، الثاني بطل تصفيق علشان مش يعدمه. ما شاء الله، تقول ماكينات بالتصفيق يخرب بيتكم. كان هذا آخر تعليق لآخر قصة عرضناها لكم في حلقة اليوم من متداول فيه، وكانت هذه أغلب الأحداث التي حصلت خلال الساعات الماضية. سألتقيكم غدا بالتأكيد ومتابعة جديدة وملاحقة لأهم الأحداث والأخبار، وسنكون على نفس الموعد. فأترككم بأمان الله وحفظه، إلى اللقاء.